ورجعنا لكم مرة أخرى. طيب نروح لكابتن إسلام. كابتن إسلام، الزمالك بيسعى للفوز بالدوري للسنة الثالثة على التوالي، إن شاء ودي ما الله. حصلتش في التاريخ على فكرة، إن شاء الله. يعني ما حصلتش قبل كده إن الزمالك خد 3 سنين ورا بعض دوري. تمام. يمكن حصلت قبل كده، خد سنتين وبعد كده رايح سنة وبعد كده رجع تاني، يعني أعتقد في بداية الألفية التانية. الزمالك قادر إن هو يفوز بالدوري السنة دي؟ طبعا يا كابتن خالد، بص انا ان شاء الله طبعا قادر. تعالى نتفق قبل ما نقول قادر ولا لا، نشوف الامكانيات والتسهيلات اللي موجوده. نادي الزمالك من اكبر الانديه في مصر والوطن العربي، سواء امكانيات ماديه او فنيه او ماليه، كل الامكانيات موجوده. لكن اللي كان بيحصل السنوات اللي قبل كده هي مشاكل اداريه بحته. لما سياده المستشار جه وبقى في استقرار اداري، في استقرار في مجلس الاداره، النتائج ظهرت على طول. انت بقالك سنتين ثلاثه منذ بدايه الاستقرار ده، انت بطل للصالات تماما. ابطال اليد عاملين حاجات كويسه جدا، الطير عاملين حاجات كويسه جدا، الباسكت، لدرجه ان الخصم بتاعك اللي هو بينادي ان هو دايما نادي المبادئ خطف المدير الفني بتاعك بتاع الباسكت، ودي المفروض البروفيشنال لايف، الحياه الاحترافيه ما تقولش كده خالص، ان يبقى في اتفاق بين الانديه. فلما حصل استقرار بدأ الزمالك يرجع. الزمالك مش مشكلته فنيه ولا مشكله لعيبه ولا مشكله امكانيات، المشكله كانت مشكله دايما اداريه. كان دايما القائمين على اتخاذ القرار لما يلاقوا نادي الزمالك بدأت الدنيا تبقى احسن حاجه، بدأ يمشي في المسار الصح زي ما بيقولوا، يخلق لك اي مشكله. احنا نقعد سنتين، هل يعقل نادي الزمالك يقعد سنتين او ثلاثه بمجلس مؤقت او لجنه مؤقته كل شهرين لجنه؟ طب فين الاستقرار يا كابتن؟ الاستقرار ده بيرجع على اللعيب، بينعكس على اللعيب، لان زي ما حضرتك عارف ان اللعيب بيبقى ملتمس في مجلس الاداره او عضو مجلس اداره انه هيديله المكافئات، هيديله استحقاقات، هيديله. لكن لما النهارده يقعد مع احمد وبكره مع الحاج احمد وبعده مع زيد وبعده مع بيت، طب فين الاستقرار؟ صحيح. يعني لعيب الكره هيعمل ايه؟ لكن لما رجع الاستقرار تاني من سنتين ثلاثه، لا بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا احسن بكتير يعني. مسار زين، مسار زين وعلى صغيرين، اقعد مع احمد وبعد كده اقعد مع الحاج احمد. طيب